الإسلام فبهداه مقتدي. قناة صدق جارية. رمضان كسلسلة رمضانية تربوية روحانية تحيي في قلوبنا محبة الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلام الإسلام. حديثنا اليوم عن إمام من أئمة الكوفة، وهو الإمام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. ولد سنة 97 اتفاقا، وطلب العلم وهو حدث باعتناء والده المحدث الصادق سعيد بن مسروق الثوري. وكان والده من أصحاب الشعبي وخيثمة بن عبد الرحمن ومن ثقات الكوفيين، وعداده في صغار التابعين. شيوخه وتلاميذه، يقال إن عدد شيوخه 600 شيخ، وكبارهم الذين حدثوه عن أبي هريرة وجرير بن عبد الله وابن عباس وأمثالهم. وقد قرأ الختمة عرضا على حمزة الزيات 4 مرات. ومن أجل شيوخه أيوب السختياني وشعبة بن الحجاج وحماد بن أبي سليمان وحبيب بن أبي ثابت. أخذ عنه كثير من الناس، منهم سليمان الأعمش وهو من شيوخه، وأبو حنيفة والأوزاعي وسفيان بن عيينة وبشر بن السري وروح بن عبادة وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق الصنعاني. صفته: كان ينوه بذكره في صغره من أجل فرط ذكائه وحفظه، وحدث وهو شاب. من مناقبه: شهد له بالفضل جميع أهل زمانه كأيوب وعبد الله بن المبارك الذي قال فيه: ما نعت لي أحد فرأيته إلا وجدته دون نعته إلا سفيان الثوري. وكان يحيى بن معين لا يقدم على سفيان أحدا في زمانه في الفقه والحديث والزهد وكل شيء. وقال بشر الحافي: كان الثوري عندنا إمام الناس، وقال مرة: سفيان في زمانه كأبي بكر وعمر في زمانهما. قيل لسفيان الثوري مرة: إلى متى تطلب الحديث؟ قال: وأي خير أنا فيه خير من الحديث فأصير إليه؟ إن الحديث خير علوم الدنيا. وفاته: مات سفيان وله 100 دينار بضاعة، فأوصى إلى عمار بن سيف في كتبه فأحرقها، ولم يعقب سفيان إذ كان له ابن فمات قبله، فجعل كل شيء له لأخته وولدها. مات سنة 61 و100 في شهر شعبان، وله من العمر 63 سنة، وأخرج بجنازته على أهل البصرة بغتة، فشهده الخلق. وصلى عليه عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكوفي بوصية من سفيان لصلاحه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضلا وليس أمرا، اشترك في القناة، فعل الجرس، وشارك لمزيد من الأجر والثواب. قناة صدق جارية. رمضان كريم، تقبل الله صيامكم وقيامكم بمزيد من الأجر والثواب.